عقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ووزير التجارة والصناعة طارق قبيل اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات في ملف المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن إقامة منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد. كشف الفريق مميش عن زيارة وفد روسي للقاهرة نهاية الأسبوع الحالي لاستكمال جولة المفاوضات الناجحة التي تقودها الحكومة المصرية على أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية قريبا. الاجتماع تناول أيضا الموقف الحالي لمشروعات البنية التحتية في القطاعين الجنوبي والشمالي والموقف النهائي للمفاوضات مع موانئ دبي العالمية. وبدوره أكد فريق مميش أن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية في مشروعات البنية التحتية تسير بشكل سريع، خاصة وأن الهدف الرئيسي للمنطقة هو تيسير كل متطلبات الاستثمار من بنية أساسية.